اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذه الاستاذ جمال الزهير. ازيك يا استاذ جمال؟ اهلا بك كابتن اسلام. ازي حضرتك؟ الحمد لله تمام. الاستاذ محمود صبري. ازيك يا استاذ محمود؟ منور يا كابتن. ربنا يخليك يا حبيبي. انا هبدا مع حضراتكم بحاجه غريبه حصلت النهارده، او مش غريبه. انا وجهت سؤال في بدايه الحلقه النهارده لاتحاد كره السله المصري. سؤالي كان لثلاث محاور. المحور الأول هو محور الجماهير، حيث أنه قرر اتحاد كرة السلة أن تكون مباراة نهائي دوري المرتبط ما بين النادي الأهلي ونادي سموحة 25 فرد لكل فريق. ده أولا، على الرغم من السنة اللي فاتت كان العدد أكبر من كده. ثانيا، هل من الممكن، معرفش حضراتكم أساتذتنا في هذا الأمر برضو، في أي نادي أو في أي لعبة رياضية تلعب مباراة الثالث والرابع بعد مباراة النهائي؟ ده السؤال الثاني. السؤال الثالث، لماذا يتم التأجيل ده لاتحاد كرة السلة بالمناسبة؟ هم أصدقاء وناس محترمة جدا جدا، ولكن أسئلة وبنوجهها للأساتذة يردوا علينا، والاتحاد كرة السلة لو عد عايز يعمل مداخلة معانا ينور، يعني يقول لنا قد يكون هناك أسباب إحنا مش عارفينها. السؤال الثالث، لماذا يتم تأجيل مباراة سبورتنج ولم يتم تأجيل مباراة الأهلي، على الرغم من اللعيبة اللي خدهم منتخب مصر علشان يلعبوا في اللي هي الدورة الثلاثية أو البطولة الثلاثية في السلة، واحد من سبورتنج واحد من الأهلي بيلعبوا، فيتم الموافقة على طلب نادي سبورتنج بتأجيل المباراة يوم لتصبح المباراة ما بين الثالث والرابع لطرفها سبورتنج والاتحاد بعد مباراة الأول اللي هي الأول والثاني لطرفها الأهلي وسموحة. فالحقيقة أسئلة اتمنى ان يكون هناك رد من اتحاد السله عليها، ولو حضراتكم يا ريت الدكتور مجدي فريخه، مجدي ابو فريخه، يبقى او اي حد موجود في الاتحاد يرد على هذه التساؤلات. انما هي طبعا غريبه انه الثالث والرابع ده معروف انه هو في كل البطولات على مستوى العالم بيتلعب حتى قبل، لانه نهايه البطوله يوم يا الصبح يا في نفس اليوم ولا قبلها، يعني لا يعني قبلها يا اما في نفس اليوم يا اما قبل الساعه 3 وماتش تاني 5 مثلا، يا اما قبلها بيوم لو انت عندك وقت مثلا، لكن بعد دي غريبه شويه. فنتمنى طبعا، يعني احنا مش عاوزين يعني نقول افكار من دماغنا، لكن الحقيقه انه وضع غريب يستحق التوضيح من اتحاد كرة السلة. استاذ محمود، طبعا يستحق، ده علامات استفهام يا كابتن برضه. بالظبط، يعني انت لعبت السيمي فاينال الاهلي والاتحاد بجمهور الفرقتين كانوا موجودين وكان عدد كبير، وبعدين ده انت حضور الجمهور بيدي طعم للمباراه من حماس واثاره، وحتى لو في جمهور خرج واحنا رافضين، وانت عملت عقوبات، اصدرت عقوبات على جماهير نادي الاتحاد بعد اللي حصل في المباراه، ولو حصل من اي جمهور هيبقى في عقوبات وكله بيلتزم، مش مبرر انك تقول لي 25 يعني. ما يعني انت كده كانك بتجرد فريق من جمهوره، بتحرمه من الحاجات اللي هي دعم. هو سموحه برضه عنده جمهور وعنده ناس مؤيدين، مين قال انه ما عندوش؟ لا، واذا كان اصل هو ممكن هنا يقول لك ايه الامن، لكن الامن هنا اعتقد المباراه اهلي يعني وسموحه علاقات جيده عموما ما بين كل الانديه في مصر، والعلاقه اصلا لا يعني علاقه اهلي وسموحه علاقه واضحه وعلى المستوى القمه وعلى المستوى القاعده، ما فيهاش يعني الشحن، قايمه على اي قايمه على الاحترام مع كل الانديه. لكن انك انت تحط كده، انت بتعمل علامات استفهام غير مبرره برضو يا كابتن. وبعد كده تلعب الفاينل اللي هو الحدث الاهم والمهم، وبعد كده تلعب ثالث ورابع، اطلع قول على طول في بيان رسمي انا عملت كده عشان عندي 1 2 3 4، والله انا عندي سبورتنج شايف عنده يعني مهمه، واللعب بتاعه ده مهم، النادي الاهلي اللعب بتاعه مش مهم، عنده بدايل، عنده كده، قول الكلام ده، خليك صريح. لكن انت كده ايه، هنا بتعمل حساسيه وبتعمل بتحط نفسك في دايره اتهام غير مطلوبه. واعتقد انه يعني اتحاد الباسكت مش عاوزين نقول انك انت لازم يكون ليك ممثل عشان تاخد حقك، يبقى انت اللعبه بتدير على حساب انديه. لا بالعكس، كلها ناس كويسه جدا، كلها ناس يعني اقول الدكتور مجدي راجل محترم وقائم. انا بس دي تساؤلات انا بسالها ليه؟ قد يكون هم عندهم رد على فكره. انا بقول لحضرتك يا اسلام، والله الامن هو اللي قرر كده، خلاص احنا بقول لك ايه، جنب نفسك الدخول في دايره الشك والاتهام. بالظبط، انك انت اطلع قول يا جماعه انا عملت كده عشان 1 2 3 4، هيقول لك شكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صح. ماشي، الاتحاد الانجليزي الدنيا هاجت على اللي حصل في ماتش توتنهام والسيتي، طلع وبتاع والتصرفات من اللعيبه مع الحكم، طلع الاتحاد الانجليزي تاني يوم قال لك ايه، نطالب لاعبه واداره فريق يشرحوا لنا
ليه حطوا الحكم في دايره وعملوا معاه كذا التصرف غير مقبول. واحد عايز اقول لك ايه يعني الناس شوف 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 الحكم وارتكاب الخطا. البيانات والدوري الانجليزي النهارده انا لسه كنت بقول للكابتن احمد عادل مانشستر يونايتد منع 4 من المؤسسات الصحفيه الكبار الدخول في اي مؤتمر صحفي للمدير الفني تنهاج. واوضحوا السبب في بيان رسمي قال لك لانه هم اولا قالوا خبر كاذب عن ان هناك علاقات ليست جيده ما بين المدير الفني وبعض اللاعبين من الصفقات الجديده، فهنا بيشكك يعني في الصفقات الجديده واللاعبين خلاص. فهنا قال لك انا ما عنديش مشكله ان انت تكتب الخبر ولكن انت ما رجعتش للمسؤول عندي وسالته وما اديتنيش الفرصه لا ما اديتنيش الفرصه ان انا ارد. تخيل لو النادي الاهلي اللي عمل كده على الرغم من كمية الإشاعات الكبيرة جدا جدا اللي لم يصدر قرار بهذا الشكل اللي بتطلق على النادي الأهلي يوميا. وحسأل حضراتكم فيها من الناحية بص كابتن أصول التعامل بين الإعلام والأندية ساعتها كانوا قالوا إيه؟ لا يعني هي في أصول لا في أصول للتعامل بين الإعلام والأندية صحيح ويا سودة أساسا المفروض الاحترام طبعا يعني ما فيش حاجة طبعًا. اسم إنه الإعلام يتغول في مناقشة أشياء لا يملك المعلومات الكافية عنها واخد بالك يعني لازم يكون فيها موقف فعلا في اجتهاد وكده لكن في الإطار أمال بقى على رأيك الأهلي بقى اللي بيتعرض يعني وكأننا وكأن الفريق خرج من البطولة خرج من كل البطولات أو خرج من كل البطولات يعني برضو شيء غير منطقي صحيح أن يتم يعني عارف انه فرقه النادي الاهلي هي اللي وحشه في القصه دي كلها حقيقي مع علما بان النتائج حتى الان فوز في القاهره على ميدياما ثم تعادل هناك وكان فوز وكنا اقرب للفوز ومع ذلك طلع الناس يقولوا ايه الفريق بينهار كولر مش عارف يسيطر العلاقه بينه وبين اللعيبه ده انت حضرتك رحت في حته كمان وعاوز اقول لك انك انت استعجلت في الدخول ده الاهلي خسر من نادي الزمالك في مباراه مواليد 2003 ايوه ما هو لسه كان بيتكلم كمان الاعلام كافه وكانها كانت مباراه نهائيه وتغطيه وتحليل وكلام واجمالي رائع الاهلي فاز النهارده على الزمالك احنا بس 3-2 في مواليد عارف كذا ولا تسمع هنا فارق استاذ محمود هنا فارق كبير يا كابتن صح وهخليك تكمل ولكن انا عملت ايه؟ انا عمري ما بعمل كده لان احنا عندنا برنامج متخصص برنامج كابتن اسامه حسني بيعمله اشبال متخصص في الناشئين فانا بدات الحلقه بايه النهارده؟ ما هو انا بعد اللي انا شفته امبارح بداته بنتيجه فوز بداته بالخبر ده ان الاهلي فاز على الزمالك 3-2 مع انه على انا عمري ما بعمل كده امر طبيعي جدا ولكن عشان اوصل للنقطه اللي حضرتك بتقولها هي ايه؟ تهويل يا جماعه ده ايه المشكله؟ وايه اللي حصل؟ تهويل وصناعه صناعه بتتم يعني بمعنى البلدي قطتك جمل جمل صح يعني عايز اقول لك على حاجه وخلينا نقول يعني واقعيين بامانه شديده ودي عملت دايره كبيره جدا مسؤول عنها اتحاد الكوره والقائمين عليه طيب تدخل روي فوتوريا هو انت بتسمع الاحداث ليه يا ريس ما انا عايز اسال برضو انا مذيع وعايز اسال تدخل تدخل خلاص تدخل روي فوتوريا في ازمه نادي الزمالك مع مثلا القيد في انه هو يتدخل ويتواصل السؤال ماذا لو كان النادي الاهلي طلب رسميه من روي فيتوريا وفنجادا وغيرهم وكل البرتغاليين لا فنجادا انا ممكن لا انا بضرب لك مثل يعني روي فيتوريا المدير الفني تحديدا طلب منه التدخل فنجادا خلاص لحل ازمه كهرباء مع قافش البرتغالي قافش البرتغالي والكلام ده بدون مبالغه يا نهار ابيض ما كانت واتحاد كرة القدم يجامل النادي الاهلي نادي الدولة ونادي كذا ونادي كذا ونادي كذا يعني عاوز اقول ايه خلي الناس برضو يعني يكون عندها نوع من العقلانيه والحدود وتبص على الفارق يعني لم يصدر حتى من النادي الاهلي ولا القائمين ده قاعدين بس بيتفرجوا بيشوفوا المسؤولين المشهد ما حدش اتكلم اذا كان اتكلم فاتكلم هو ايه الجمهور النادي الاهلي الاعلام باصص بتاع النادي شايف المشهد عامل ازاي ما طلعش يعوضوا مجلس اداره قال لك ده حصل كذا كذا زي عوضوا مجلس اداره طالع في الزمالك اتكلم عن الاهلي ما حدش جاب سيرته بيدخل نفسه طرف بيبحث عن دور عشان تقول له كلمه عشان ايه يخش في الترند ويعمل فيها ان انا موجود والبطل اللي بدافع يعني عاوز اقول يا جماعه بحسابات اخرى الرؤيه واضحه
التضليل واضح ومحاولة يعني صناعة بطولة من أو أبطال، يعني عاوز أقول إيه، أبطال من حقك تبقى بطل بس ما تبقاش أبطال وهميين، والكلام عن فوز على المباراة في مسابقة أصبح أمر وكأنه ده نهاية وخلاص والدنيا انتهت، ما تبقاش الأمور بهذه الحسبة. لا خليني برضه نبقى محددين، أنا بالنسبة لي نادي إكس وفي زد، نادي اكس يعمل اللي هو عايزه، يعني اكس او واي بلاش اكس او واي، يعمل اللي هو عايزه يعني انا كنادي احتفل بالطريقه اللي انا عايزها، ولكن انا بتكلم على التغطيه الاعلاميه، ودي اللي يهمني او دي اللي انا اقدر اتكلم فيه، لكن كل نادي هو حر بقى. ما هو دي خلي بال حضرتك يا استاذ محمود، دي عقليات كل واحد وله عقليه. لا في نقطه، النادي الاهلي زي ما قلت لحضرتك يعني انا ما حدش بيبدا ابدا عندنا لكن عندك كابتن البرامج الرياضيه في القنوات العامه اللي هي ملك للناس يجب الا تخضع لميول وانتماءات اللي بيقدم البرنامج مقدميها واخد بال حضرتك، يعني ممكن جدا لو انا بتفرج على قناه الاهلي او قناه الزمالك فمن حقهم ان هم يدافعوا صح لان هم اساس من اساس شغلتي بالظبط. انا مش لكن شغال في قناة. لكن في برامج عامه للجمهور بشكل عام صح، وهو ده اللي بيزود برضو حالة التعصب صحيح والاحتقان. يعني انت عارف ده دليل على ايه؟ الهيصة اللي تمت على الفوز بتاع الناشئين الزمالك على الاهلي سببها مين؟ سببها الاعلام اللي مفروض ان هو يجب ان يكون محايد ويجب ان يكون هناك مبالغة. لا ما عادش في محايد دلوقتي، لا ويجب ان يكون انا مش بقول محايد يعني ايه؟ موضوعي يعني اتكلم خبر قوله واخد بال حضرتك، لكن تطلع بقى منه قصص وحكايات وحواديت. ما هو احنا لازم ناخد بالنا او المسؤولين عن الاعلام ياخدوا بالهم من هذه الجزئيه حقيقي. لان ده اللي بيصعد الـ الاحتقان بين الناديين او بين جماهير. هو ده بالظبط كده، هو ده اللي احنا واحنا في مرحله ان انت بتهدي يعني كل التوجهات كل التوجهات بتقول ان هناك تفاهم من صحيح. مجلس اداره الناديين على انه قس على كده ماشي يا ريس، قس على كده على واقع اللي احنا بنقول فيها ماذا لو كانت واقعه فيتوريا مع النادي الاهلي خاصه بكهرباء والاحداث والظروف دي ماذا كان سيكون رد الفعل؟ مش الاعلام يعني الفئوي فقط، لا عموما الاعلام العام كانت يعني عاوز اقول لك ايه قصص وروايات وحكايات للصبح تروى ليل نهار عن كلام غير منطقي اللي احنا بنتكلم عليه، نقول بالعقلانيه بص وانظر شوف الموقف الفريقين، يعني شوف النادي الاهلي عامل ايه، ساكت ما بيتكلمش ما بيعملش رد فعل على المستوى العام، وادارته ما بتتكلمش ما بتكلمش تعليق، بيقول لك ده مش شأني يعني مش شأني ما يهمنيش انا ما بختلف مش انا متفق مع الكابتن من حق اكسب واعمل نزل، بس انا بقول لك ايه القنوات العامه انت داخل ليه بتعلي في الامر وتتجاهل الطرف؟ انا بالنسبه لي هو اللي يهمني انا كنادي اهلي او كجمهور الاهلي يهمه ايه؟ يهمه هو انت ليه بتعمل معايا كده؟ انت انا كنادي مثلا اكس او واي او زد بلاش زد اكس او واي يعمل اي حاجه ما يعمل، انا حر انا ممكن يقول لك ايه انا حر، انا عاوز اقول لك هنا في ايه؟ في هنا يا كابتن في تباين واضح وميول واضحة. الجمهور ذكي، الجمهور فاهم، الجمهور عارف، الجمهور مش هيخاف، الجمهور هيقول اللي هو عارف الحدود. والناس على فكرة في ناس بتتابع يوميا بصورة ترصد على فكرة تصرفات وعبارات تخرج في برامج سواء على من خلال حتى البرامج العامة من خلال حتى الإذاعة واللي بيحصل فيها، لا في ناس بأمانة شديدة فاقت الحدود في تناول، ما عندهاش مصداقيه حتى في التناول، ما عندهاش حتى نوع من الحياديه ابدا. بعد اذنك انا اتقبل هذا الامر من فينجادا لانه كان يعمل سابقا من قبل يعني سواء في الزمالك او في اتحاد الكوره اوكي، ولكنه الان غير قائم بعمل يفترض انه حيادي. انا بتكلم على المدير الفني للمنتخب اللي هو ابدى استياءه من تسريب الخبر صحيح، يعني ان يتم تسريب الخبر على لسان مسؤولين في اتحاد الكوره، طب ما هو ده في حد ذاته يدل على ان احنا مش بنتكلم في فراغ. لا يجب على المدير الفني للمنتخب ان يشغل باله اكثر واكثر بما يخص المنتخب هذا صميم عمله صحيح، واخد بال حضرتك؟ فيجب انه ده
يراعى ويوضع في الاعتبار. هو سقط في هذه المساله. مين؟ بعمل شيء هو في تركيا. لا معلش ورط برضو نفسه. لا معلش برضو يا استاذ محمود طبعا. ورط نفسه. لا ورط لكن نفسه. هي هو في الاخر لو طلب منه ان انا اعمل كذا وهو وافق قد يكون على سبيل، لكن انا بتكلم دايما لما نيجي نتكلم بتكلم على النادي الاهلي، ما بحبش اتكلم على حد طبعًا. تاني. لكن هنا انا بتكلم على لو كان زي ما حضرتك قلت حصل واتقال ان كهربا راح قعد مع الراجل بما انه مطلوب في المنتخب وعايز والراجل عايزه وكذا وكذا، راح يقعد معاه يقول له نبي حل لي المشكله مع افيش البرتغالي، كان ايه اللي حصل؟ زي ما حضرتك بتقول بالظبط، هذا هو السؤال اللي يوجه. لكن فيتوريا ماشي، هو طبعا لان هو محتاج ان هو وجهه نظره محتاج ان هو يركز في الكاس الامم الافريقيه اللي جايه. تم التغرير بيه يا كابتن، تم التغرير بيه من ناس داخل الاتحاد بصوره باخرى، واخذ الراجل على محمل ان هو بيأدي خدمه واجب هو لا يعتقد. أيوة. ربما بامانه الحساب كده اعتقد ان هو لا يعلم بخطوره الموقف وانه ردود الافعال، بدليل ان هو لما تم تسريب الخبر من احد القائمين على اتحاد الكوره حصل نوع من الانفعال والغضب. وعنده دلوقتي حاله من القلق والشعور انه كده كده انت عملت ايه؟ حطيت نفسك في دايره فيها دائره اتهام. ليه؟ صحيح. هيجي يتقال لك الكلام اللي احنا بنقوله، ماذا لو طلب رسميا رسميا من ناس بتربطهم علاقه بالنادي الاهلي، لو سمحت يا مستر النادي الاهلي ملوش هنا علاقه كهربا، انا بكلمه كهربا راح له قال له الحقني بالظبط حل لي المشكله مع الكلام ده والدنيا، كان ماذا سيكون رد الفعل؟ كانت ستقوم ولا تقعد. صحيح. واتهامات وقصص وروايات تروى ليل نهار حول هذا الموضوع. فاللي انا عايز اقوله ايه؟ اللي بيته من ازاز ما يحدفش بالطوب يا جماعه، ويعرف انه الايام دول، ويعرف انه كل واحد عنده مشاكله انشغل بيها. ظلت الناس على مدار الفترات السابقه تنال من الاهلي بكل شيء، وما زال الاهلي صامت يسير في طريقه. صحيح. حتى مهما يتعرض، وانا قلت لحضرتك ايه؟ اعمل باب رصد كده لكميه وحجم الاشاعات اللي بتتقال. بنعمل كل يوم بالهدف ايه؟ بتعمل كل يوم وتقول شيء، ايه الهدف منه؟ ان انا عرقلك، انا شايف دلوقتي عاوز اقول لك الدنيا خلصت، عاوز اقول لك ان عندك مشاكل والراجل بيتخانق والراجل مش عارف فيه هيمشي وده جاي له عقد من بره. لا ما ده خلاص بقى، قلت لك انه في سيستم هيتم. احاول ان انا لما يحصل لك تعثر سواء على المستوى المحلي او حتى، وده طبيعي جدا، وحتى على مستوى الافريقي، وعملت مباراه شوط اكثر من جيد ورائع وضيعته، لم يكن هناك التوفيق في مباراه يانج افريكانز، فالدنيا هتقول لك ايه؟ تاخدك في سكك يا كابتن مش هتتساب. فاحنا رجعنا وقلنا ايه؟ المساله محتاجه انك انت مزيد من الاصرار، مزيد من العمل، مزيد من الشغل، مزيد ان احنا نقفل على بعض، مزيد من الحمايه. صحيح. ماشي. في الفتره اللي جايه، فده امر امور واضحه، واعتقد الاهلاويه كلهم وانت وكل اللي متابعين عارفين الرؤيه واضحه والهدف واضح، وده مش هيحيد الاهلي عن مسيرته في انه هو يكمل نجاحه، وده كان واضح في رساله رئيس النادي اللي قالها مره وبيقولها مره وبيقعد بيتكلم وبيقول الموقف عامل ازاي، ان الامور لن تكون سهله هذا الموسم بعد انجاز انت عملت فيه 10 من 10. هو هنا اعتقد يعني طبعا انا ما دخلتش جوه دماغ الكابتن، لكن هنا بيكون رايه او تفكيره الامور داخل الملعب وخارج الملعب، اي ملعب بقى سله طايره. فبالتالي يجب ان يكون هناك تركيز اكتر واكبر من كل الفرق الرياضيه في النادي الاهلي خلال الفتره دي. بس هي كمان يا كابتن الخلاصه انه حجم الانتقادات اللي تعرض ليها فريق كره القدم بالنادي الاهلي وكولر اكبر بكتير من الموقف، النتائج الرقميه او الموقف. صح. يعني اكبر من الموقف. صح. الحقيقي. بس عايز اسالك سؤال، حضرتك برضو خدتني كده الاتجاه الاخر، وهو هذه الانتقادات قد يكون مرحب بها كمان. ما احنا كلنا لا اكمل لحضرتك بس مرحب بها في امتى؟ لما تغلب من سان داونز 5-2، هو انا حد يقدر يتكلم؟ طبعا. لما تعادل مع سيمبا في مصر، ما ماشي نقدر نقول ان احنا ها. لكن عندما تتعادل مع يانج افريكانز في تاني مباراه وتعمل هذا الاداء الرائع اللي عمله خصوصا في الشوط الثاني لعيبه النادي الاهلي، وكان المباراه تقدر تخلص 4-5-0 والفرص واضحه. هناك سلبيات. محدش في الدنيا بيقول ان مفيش سلبيات. امال نقول ايه يا كابتن؟ هناك ايضا ايجابيات. لماذا دائما خلال هذه الفتره يعني زي ما بتركز او زي ما تم التركيز على مباريات ناشئين وفوز الزمالك مثلا على الاهلي في 2003، تم التركيز على
في بعض البرامج الاخرى طبعا تم التركيز على السلبيات الخاصه اللي حصلت في مباراه يانج افريكانز، ولكن على الجانب الاخر لماذا لا يتم النظر الى الايجابيات اللي بتحصل؟ ايوه، وفي نقطه كمان، انا لما اقارن الكبار في هذه البطوله موقفهم ايه خلال الجولتين السابقتين؟ الوداد هزمتين صحيح، ماشي، اتهزم مرتين، مره من جالاكسي، مره من جالاكسي بوتسوانا، مره من اسك. الترجي اتغلب في الجوله الاخيره، هتلاقي الترجي اتغلب، هتلاقي سان داونز اتغلب من مازيمبي. يعني عايز اقول ايه، انه دايما بطولات دوري الابطال، يعني بطوله دوري الابطال والمجموعات لا تحسب بان انت الفتوه اللي نازل تكسب كل الفرق. صحيح، عمرها يعني، انا على مدار تاريخ مشاركات الاهلي والانديه المصريه في بطولات دوري ابطال افريقيا او كاس الانديه الافريقيه ابطال الدوري سابقا، عمرك ما لقيت فريق داخل فاتح دراعاته قوي وعمال يكسب كل الفرق يا كابتن اسلام. صح، يعني هي زي ما قلنا دوري مجموعه، يعني انت بتجمع نقاط، هذه النقاط لو كانت كافية لتأهلك إلى الأدوار الحاسمة، وهذا أعتقد مش هنروح بعيد قوي في التاريخ، هنروح السنة اللي فاتت، هنروح السنة اللي فاتت بكل الظروف والملابسات. لا، طب ما النادي الأهلي واجه صعوبات، لكن هل استسلم لحظة أثناء البطولة؟ أبدا لا أبدا، وهو ده الأمر الطبيعي، أن أنت عندك استراتيجية بتشتغل عليها، ما بتشتغلش على ان انت تكسب النهارده. طب ما الاهلي لغايه اخر لحظه كسبان، والهدف اللي جه في الاهلي ده لحظات بتحصل في جميع المباريات، زي ما بيقولوا ايه، هفوه او غفوه، اللي هي انت فرحان بالهدف والوقت خلاص. دايما المدربين يقولوا لنا ان الخمس دقائق اللي بعد احراز الهدف اصعب ما يمكن، اصعب من اصعب ما يمكن. وبعدين ما هوش فريق برضو سهل، يعني طبعا انت بتلعب مع فريق في ملعبه، بس هي الناس زعلت يا طبعا، واحنا كله طبعا الناس زعلت، الناس زعلت، جمهور الاهلي حزين لانه شاف كان عندك فرصه. وهو نفسه كان عندك فرصه تكسب، خلي بال حضرتك، التوقيت التوقيت واحراز النادي الاهلي الهدف، او يعني لو العكس كانت الناس اتبسطت، يعني لو كان يانج افريكانز اللي جاب جول الاهلي وانت اتعادلت بعديها بدقيقتين، الدقيقه 90، بس ايه الناس اتعودت على ايه؟ ان لما الاهلي بيجيب جول صعب جدا تخش فيه، خصوصا في الاوقات دي، فيك في الاوقات دي. صحيح. وخاصه انه الهدف جه في ايه؟ في حراسه 3 4 يعني ايه، دي مش بتاعه الاهلي طول بالزبط. عمر الاهلي بيمتلك شراسه، انا بكلمك طبعا طول طبعاً. عمر لاعب الاهلي بيمتلك شراسه لا يسمح للمنافس اقتراب من منطقته، ولكن فالناس زي ما بتقول ايه، الناس كان عندها الامل، ورغم ذلك سبحان الله انت تعادلت وجات لك واحده تخلص الماتش، يعني برضو ايه بالزبط. ماشي توفيق ماشي توفيق وعدم توفيق، يعني كان ممكن دي تيجي تنسى الهدف التعادل وتخلص الماتش ايه 2-1. طبعا الفرص اللي جات لك انفرادات في ظل الكلام الكتير عن ان انت المهاجم الصريح مش موجود. المهاجم الصريح، ما هو برضو مش المهاجم الصريح هو الوحيد اللي بيسجل طبعا، ما هو كل الفرص اللي جات دي يا كابتن اسلام، هل محتاجه مهاجم صريح؟ يعني مهنته كده في البطاقه، ما انت ما عندكش راس حربة، عامل 76، ما انت عندك اللعيبه، يعني في حسين الشحات فرصه لا تضيع، عارف دلوقتي طاهر، مين تاني؟ بيرسي تاو كهربا، امام عاشور، ايوه كل دي لا، هل دي كلها فؤاد واحد احمد عبد القادر مثلا، كل الناس بالظبط بالظبط. انا بس هنا عايز اقول لك انه كل طرق اللعب الحديثه بتعتمد على المهاجم الغير صريح. الله ينور عليك. المهاجم الوهمي، تحرك على الاجنحه، تبادل المراكز، الكلام اللي هو اللطيف اللي بنسمعه ده، او حتى بتتفرج عليه لما انت تيجي تتفرج على مباراه كثير من الفرق الخارج مصر الاجنبيه، يعني بتجد ان التكتيك تغير تماما للمهاجم اللي هو 9، ما فيش يمكن غير مانشستر سيتي هو اللي بيلعب بهالاند، يعني لانه هالاند حاجه هو عنده امكانيات. انت لما تيجي تبص على مثلا ليفربول، هو بيلعب من غير مهاجم، مش بيلعب من غير مهاجم ما اقصدش، ولكن بيلعب بعدد من المهاجمين وبطرق مختلفه تؤدي الى ان انت تجيب اهداف. السنه اللي فاتت يا كابتن برضو مش هنروح بعيد، تالق الثلاثي بيرسي تاو كهربا حسين الشحات
فرق كتير جدا، خلى محدش بيتكلم، خلى محدش بيتكلم عن محمد عم منعم. ليه محمد عم منعم؟ ما انا عاوز اقول لحضرتك يا كابتن، وقلناها قبل كده في الحلقه يا كابتن، كابتن مفيش حاجه، مع كامل احترامي وكل الساده المحللين على عيني وعلى راسي، مفيش حاجه اسميها ها 6 و7 و8، انا مع كامل احترامكم، اعملوا اللي انتم عايزينه في ارقامكم، لكن انا عاوز اقول لك على حاجه اللي هو 6 و7 و8 و10. انا هسال حضرتك سؤال، شفت ماتش 4 3 بتاع ليفربول؟ طبعا. طيب فولهام وليفربول شفت فولهام؟ شفت محمد صلاح فين؟ لما تقطعت من الكوره شفته فين؟ في منطقه الجزاء بتاعته. بص ما بيسيبش، خلاص اصبحت الكوره هجوما ودفاعا شامل. اصبحت ايه؟ ما انا بكلمك اهو، اصبحت الكوره انك انت مسؤول، لابد انت لما تلقى زميلك مزوق لازم انت اللي تساعد. صحيح مزوق، انت في الوضع انك انت ما تتركش، لكن عندما يفقد اللاعب المهاجم الكوره وينتظر من زميله في الخطوط الخلفيه ويتركه ويدي مساحه للمنافس انه يبقى عنده زياده هجوميه، ده في امر في حد ذاته خلاص، دي كره دي قديمه انتهت، عفى عليها الزمن. لم يعد الاهلي فريق كبير، بطل، بطل ابطال افريقيا، قيمه كبيره، دي سمعه عالميه، لابد التطور يا كابتن يزيد بالمستوى ويشعر لاعبي الاهلي ان هم في مهمه. الجمهور لما زعل ولا حزن ولا طلع صوت، طلع من الحب ومن الارتباط، شايف، وانا شايف انك انت المفروض تكون احسن من كده واحسن من غيرك، ماشي، واحترام الجمهور وانتقاده في حدود المسموح به من جمهور النادي الاهلي بيبقى مشاعر غضب، عاوز فرقته تبقى افضل من كده. فالمساله بامانه شديده هتحتاج من كولر ومن جهاز، ولا عمل كبير جدا في كتير جدا من الشغل على مساله التركيز ومساله العمل. ذلك طبعا طبعا مش عايز كلام. ومع ذلك نعترف جميعا ان هناك وما فيش فريق كره في العالم ما فيش ملاحظات على ادائه. طبعا ده مش عايز كلام. والا يبقى في فريق بيلعب كره نموذجيه ولا يهزم ولا يتعادل. صحيح طبعا، لان هو طبيعي جدا، زي ما كان برضه اعتقد معاك كابتن ماهر همام امبارح بيقال جمله بسيطه ولكنها معبره جدا، في كره القدم لن تستطيع ان تحرز كل الفرص، صح، والا هتبقى باسكت، هتلعب باسكت. طبعا. يعني النهارده حلاوه كره القدم انه ممكن جدا يجي لك ست سبع فرص تحرز منها هدف او اتنين. لكن هل انت عندك امكانيه ان انت كل الفرص اللي تجيلك تحولها الى اهداف؟ لا طبعا، ما كانش حد غلب. لا طبعا ما كانش حد غلب، لان الموضوع كان هيبقى مختلف تماما. بالظبط كده، هتبقى لعبه تانية. فاحنا خلينا احنا بنتكلم في حاجات ثابته والناس عايشاها. حلو الكلام يا كابتن. كابتن احنا قلنا قبل كده في الحلقه الاخيره قلنا ايه؟ قلنا مباراه يانج افريكا قد تكون مباراه لتصحيح واستفاقه لما هو قادم. بالظبط صح. مباراة شباب بلوزداد يوم الجمعة مباراة في غاية الصعوبة. النهاردة مقدم على أنا مقدم عمال أقدم من عمال معلش مش مشكلة. طب كويس كويس ماشي. أنا اللي عايز أقول لك إيه؟ أنت لا أنت عندك مباراتين مباراتين ورا بعض. ما أنا شباب بلوزداد ما أنا بقول لا شباب لا هتلعب واحدة بس. تلعب واحدة والتانية يعني على حسب. والتانية بعدين حسب بعد ما كده أنت هتسافر. بس أنا عاوز أقول لك إيه؟ أنت عملت شوط مميز كان ينقصك فيه التوفيق. اللي هو الثاني في ينجف. بامانه شديده. ليه الناس ما تقولش كده؟ لا عملت شوط كان مميز جدا، واللعيبه يعني بص ويعني التغييرات اللي اتعملت كانت موفقه جدا جدا من كولر بامانه شديده، ولعب على اللي هو عايزه في المباراه، ولعب على المساحات ولعب على الشغل، لكن هي توفيق وعدم توفيق. وده درس للعيبه انه خلاص لا مساله ان انا رايح على الجول لازم الشغل ده يا جماعه الفرصه بجول، يعني لازم انت في شغل وتكرار وعمل وتكرار وتدريب وعمل وتصحيح والكلام ده. فانا عايز اقول ايه؟ خد من الشوط الثاني صح اللي حصل وروح العب بقى ماتش مهم جدا قدام شباب بلوزداد جاي لك ايه؟ طبعا ها جاي لك خسران مهم جدا. لا جاي لك خسران طبعًا. من مدياما 2-1 على فكره في مباراه اتخطف فيها على فكره. المدير الفني بتاعه بيقول ايه؟ عندنا نقص في الصفوف في بعض اللعيبه والكلام ده، لكن جاهزين لمواجهه الاهلي. لا طبعا يبقى اذا المباراه انت عندك تجربه، انت عندك تجربه لعبتها مع اتحاد العاصمه وحطها في حساباتك. طبعًا. ان المباراه مش تبقى سهله.
يعني ودايما مباريات الشمال افريقيا كلها دربيات ما فيهاش ايه حسابات، وانت لازم تنهي المباراه وتخلص مبكرا. صحيح. لانه هدف انت لما تروح تلعب تاخد المباراه ان شاء الله والتوفيق يكون حليفنا الاهلي، وتروح تطلع تروح تلعب كاس العالم وانت عندك 7 نقاط ومتصدر مجموعتك بهدوء، انت هتحتاج من العوده من بعد العوده في الـ3 مباريات هتحتاج ايه؟ هتحتاج فوز بالظبط وحيد وتعادل عشان ياهلك للفوز، او تحتاج انك انت تفوز الـ3 ماتشات. هتقعد تلعب على الفوز. ما انا بقول لحضرتك يعني. الحسابات انك انت ايه دوافعك وفي صحوه، اتمنى تستمر الصحوه دي. لو عندك سؤال قبل ما متميز في قبل ما يسبقنا يعني. لو في سؤال قبل ما يسبق لا لا انا هاخد حضراتكم لمنطقه اخرى الحقيقه عشان نختم بيها الفقره. النادي الاهلي شارك في تدشين رابطه الانديه الافريقيه خلال المؤتمر الذي عقد يوم الخميس الماضي، كيف رايت مشاركه النادي الاهلي في هذا الامر؟ طبعا المشاركه ضروريه جدا ومهمه جدا، والنادي الاهلي تاريخه في هذه البطولات الافريقيه يعني لا يحتمل التشكيك وله دور اساسي. وانا سمعت والله اعلم هل الكلام ده حقيقي ولا لا، انه الاهلي عرض عليه ان هو يرأس هذه الرابطة. قريت كلام بهذا المعنى، ولكن رؤية عدم المجازفة في بداية تشكيل الرابطة ايا كان. أيوة. وجود النادي الاهلي في البورد بتاع الدوري دوري الابطال شيء مهم جد. واعتقد انه كان حاضر الاستاذ خالد عبد القادر. خالد عبد القادر ممثلا عن شركة بالضبط ممثلا عن شركة النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا لكن تواجدك انت متواجد اصلا في دوري ابطال افريقيا في هذه البطوله بجهدك وبعرقك وبتاريخك موجود. صحيح. تاسيس هذه الرابطه احنا نفسنا بقى نشوف زي ما كنا بنطالب على فكره بعد البطوله بتاع دوري ابطال دوري اللي احنا مش عارفين اسمها لغايه دلوقتي الدوري الافريقي اللي هو الدوري الافريقي ايضا يجب ان تخضع للتقييم ويعاد صحيح تظبطها بحيث انها تقام مش هتلعب تاني ايوه او تقام في وقت الشركه الايطاليه مش راضيه تقام في وقت مناسب ما تبقاش تجربه محبطه وخلاص يعني. استاذ محمود برضو كيف انا المشهد كان مربك بامانه شديده. انا كنت عايز انا كنت متوقع انه يعني رئاسه الرابطه يعني من حق النادي الاهلي حقيقي حقها تاريخيا وعلى كافه الاصعده الاداريه والبطوليه والتاريخ والجغرافيا وكل حاجه وخاصه انه كمان الوداد ما جاش، الترجي ما جاش، في اكتر من الانديه كبيره، وكانت المفاجاه باختيار رئيس نادي يانج افريكانز بحسابات مختلفه. ربما يكون هناك في الكواليس اشياء لا نعلم تقسيمات يعني عنها شيء، بدليل انه الكابتن محمود الخطيب كان حضر اول اجتماع في الفيديو كونفرنس الاولاني اول اجتماع وما حضرش الاجتماع الثاني. يعني اكيد كمان الرؤيه بالنسبه للائحه بتاعه الرابطه برضو يعني المفروض كانت تعرض وتفاصيلها ايه ودورها ايه وعلاقتها ايه مع الاتحاد الافريقي نفسه ومع رئيس الاتحاد، وهيبقى قراراته ورئيسها هيبقى عنده صوت يعني يسمع ولا هيبقى تحت رئيس ولا الاتحاد مجرد شكل ولا مجرد شكل اكيد يعني اكيد فيها صح كواليس كابتن احنا مش عارفينها وتتضح خلال الايام. لكن وجود النادي الاهلي برضو يعني مش عاوز اقول يعني لو كان النادي الاهلي لو كان النادي خد مقعد نائب الرئيس برضو لا مش مرضيه ما لا يدرك كله لا يدرك كله مش مرضيه طبعا. طيب استاذ محمود واستاذ جمال بعد اذن حضراتكم برضو اخد رايكم في قرار نقل المقر الاتحاد الافريقي من مدينه 6 أكتوبر الى العاصمه الاداريه الجديده في جهد واضح ورائع للدكتور اشرف صبحي. هو ده خطوه طبعا على الدوله المصريه دي خطوه مهمه جدا من الدوله المصريه، يمثلها في هذه الحاله الدكتور اشرف صبحي انه افساد اي محاولات قد تكون بتتم لنقل المقر خارج مصر، وده هدف استراتيجي مهم جدا جدا. صحيح. وحتى قالها دكتور اشرف صبحي انه الاتحاد الافريقي تاسس في القاهره بوجود اثيوبيا والسودان، وبالتالي ما تاسس لا يجب ان يخرج عن مصر، فبالتالي تم بتعليمات طبعا من القياده السياسيه منح قطعة أرض كبيرة جدا تغري ده كبيرة وخويا اعمل اللي أنت عايزه فيها بقى وتغري المسؤولين في الاتحاد الأفريقي على إن هم ما عندكش حجة أنت موجود ما تطلبه دايما حتى
لما اتعمل المقر في ايضا كان في وقته خطوه طبعا. كويسه, خطوة كويسة جدا. لكن طالما في امكانيه للتطوير تطوير يعني اهلا وسهلا, وهذا ما تم ويدل على مدى حرص الدوله المصريه صحيح. على بقاء المقر في القاهره باذن الله. لا طبعا نقله مهمه جدا وجهد كبير جدا من دكتور اشرف صبحي والقائمين على وزاره الشباب والرياضه, طبعا بتكليف من الدوله بالاهتمام بمقر الاتحاد الافريقي رغم كل المغريات اللي تمت في محاولات بالزج وارسال رسائل بنقل المقر, بدليل انك انت لما اتعملت الرابطه اتعمل مقرها في كينيا ما اتعملش مقرها في القاهره رابطه الانديه المحترفه. فده في نوايا البعض, لكن اعتقد علاقة مصر بالكاف علاقة تاريخية علاقة كبيرة, رغم تجريدنا من بعض مناصب واختارها كان منصب السكرتير العام اللي على مدار التاريخ كان مصري بحكم الاتفاق يعني اللي موجود, لكن واتمنى يعني في ظل وجود اشرف صبحي ان هو يعيد هذا المكان مستقبلا وزير الرياضة ان يبقى الكلام موجود. انت عندك مدينة رياضية كبيرة جدا على اكثر من 500 فدان في المدينة العاصمية, عندك مجمع العاب كبير جدا, عندك استعداد لطموح اكبر 2036, الدولة عاملة نقل وعندك كمية من الصالات والملاعب في العاصمة الإدارية الجديدة, هيبقى حاجة في نهضة رياضية متباينة. بدليل النهاردة انت خدت تنظيم دورة الألعاب الأفريقية 2027, والنهاردة تصريحات رسمية من مصطفى بيراف رئيس اللجان الأولمبية في الاتحاد الأفريقي. فأعتقد انه يعني نقلة مهمة جدا, إضافة كبيرة جدا على عمق العلاقة صحيح. ودايما أفريقيا هي البوابة الأساسية لمصر على كافة الأصعدة وعلى الصعيد الرياضي نمرة واحد يعني. عموما نتمنى رب, وده يجب ان يتم الشكر الحقيقه للقياده السياسيه المصريه الحقيقه على الاهتمام الكبير بهذا الامر, لانه زي ما حضراتكم قلتوا انه يقطع الطريق ما ينفعش يقطع الطريق امام اي محاولة. فقدنا الكثير ولكن او فقدنا بعض الامور, منها السكرتير العام, وده كان من اهم او من اهم الاماكن اللي كان معروف ان دوله المقر بيبقى فيها الامانه العامه صحيح, يعني بديهيه من البديهيات صحيح. دوله المقر بيبقى فيها الاستاف بتاع الامانه العامه صحيح. فشكرا للقياده السياسيه المصريه, وشكرا لايضا الدكتور اشرف صبحي على هذا الامر, لانه امر بيهم المصريين جدا جدا جدا. المغرب مقدمه مغريات كثيره جدا 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 الحقيقه وكل بلد, انا هنا لا انتقد المغرب ولا شيء, لانه كل بلد من حقها ان هي تسعى لافضل شيء من لشعبها. فالحقيقه حاجه جميله جدا, وانا بقالي يومين ثلاثه بسال في هذا الامر منذ ان تم الاعلان وبروتوكول ما بين الدكتور اشرف صبحي ورئيس الاتحاد الافريقي موتسيبي. الحقيقه الواحد مبسوط, لانه انا اعرف خبايا كتيره جدا جدا حصلت او كانت بتحصل خلال الفترات اللي فاتت, وحضراتكم طبعا عارفين اللي كان بيحصل خلال الفترات اللي فاتت. فشكرا لكل من ساهم الحقيقه, ودكتور اشرف صبحي الحقيقه في تواجد او نقل المقر والحفاظ عليه والحفاظ على بقائه في مصر, ده شيء مهم وساعد على بقائه في مصر. شكرا جزيلا يا استاذ جمال. شكرا كابتن اسلام, مع تمنياتنا طبعا لفريق النادي الاهلي طبعا امام شباب بلوزداد, ماتش صعب جدا ولكن الاهلي قادر باذن الله ان شاء الله. استاذ محمود شكرا جزيلا. شكرا كابتن, بشكركم, بشكر استاذ جمال, استاذ محمود, بشكرهم شكرا جزيلا, وبشكر حضراتكم, وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.